انتو عندكم دكان، كل ما في الدكان قيمته 100 دينار فقط، تردون تروحون الى البيت الى عمل نصف ساعة، هل تتركون المحل هكذا؟ تتركون؟ أي شيء يحدث في هذا المحل؟ قائد دولة، ولو دولة متواضعة، 4 أشبار عندما يسافر يخلي مكانه وليا للعاهد، حتى لا يصير فوضى، حتى لا يصير تناحر في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله اللي كان حريص على هذه الأمة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يأتي ويترك هذه الأمة اللي كان يهتم بدقائق الأشياء. حتى النبي يقول عندما تمسح وجهك لا تمسحه بقوة، لأن هذا يزيل بريق الوجه، في رواية هذا مضمونه، عندما تدلك الوجه بالمنديل لا تدلكه بقوة، لأن هذا يزيل بريق الوجه، يزيل جمال الوجه إلى هذا الحد. هذا مضمون الحديث، مو نص الحديث. يهتم بأدق الأشياء، ثم يأتي ويترك الأمة فليذهبوا يتناحروا يتنازعوا. الآن المسلمين كم سنة دا يتنازعون؟ 1400 سنة دا يتنازعون، وقتلى وفتن وحروب وثورات وتل الجماجم من القتلى في الفتن الطائفية. النبي يقول أنا ما علي، معقول هذا المنطق؟